ومن باريس ينضم لنا مراسلنا شوقي أمين. أهلا بك شوقي. ماذا أبرز ما جاء في كلمات المتحدثين حتى اللحظة، وماذا في أجندة هذه القمة خلال الساعات القادمة هذا اليوم؟ أهلا يحيى. قبل الحديث عن ما جاء في هذه القمة، قمة ميثاق مالي جديد، يجب التنبيه هنا إلى أن هذه القمة تأتي في سياق عالمي دقيق يعرف أزمات سياسية وأزمات حروب وأزمات فقر وأيضا تحديات المناخ. من هنا تأتي أهمية هذه القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدث عن صدمة مالية جديدة في سياق هذه النظرة الاستشرافية لإصلاح المؤسسات المالية العالمية واستحداث مؤسسة مالية جديدة تضع في نصابها مسألتي الفقر وتحديات المناخ. المؤسستين الماليتين صندوق النقد الدولي والبنك العالمي اللذين أنشئا في الخمسينات من القرن الماضي يجب أن تدخل أيضا على خط هذا الإصلاح، ذلك أن جزئية تحديات المناخ منذ إنشائها بغرض يعني تضييق الفجوة بين الفقراء والأغنياء في العالم، وأيضا مساعدة الدول المعزة وأيضا الدول التي تخرج خاصة من الحروب أو التي تحصلت على استقلالها يعني حديثا. إذن اليوم عندما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذه الصدمة، إنما يريد تفعيل هذا الإصلاح باتجاهين. أولا باتجاه احتواء مظاهر الفقر في العالم التي تضرب كل الكرة الأرضية، وأيضا الأزمات أو تحديات المناخ خاصة ما تعرفه اليوم من البحار والمحيطات وأيضا من ربما واحتباس حراري، وحتى القطب الشمالي اليوم يتعرض إلى هذا الاحتباس الحراري. القادة الذين جاءوا من عديد البلدان، نتحدث عن أكثر من 300 زعيم وقائد ومؤسسة دولية وممثلين عن المجتمع المدني المدافعين عن البيئة، سيدرسون كل الملفات في خلال هذا اليوم، يعني في نهاية هذا اليوم واليوم ويوم غد. هذه الورشات فتحت، والآن كل عديد الحلول في الحقيقة مفتوحة في هذه الورشات، على رأسها يعني وضع رسوم جديدة مثلا على الجهات أو الهيئات المسؤولة على التلوث. على سبيل المثال قطاع الملاحة هو أكبر جهة ملوثة في العالم، إذن هناك احتمال وجود رسوم جديدة أو وضع رسوم جديدة على البواخر وعلى الهيئات الملاحية والموانئ إلى غير ذلك. هناك أيضا رسوم على تذاكر الطائرات بحكم أن الطائرات أيضا تعتبر ملوثة، وأيضا هناك أيضا مسألة المديونية التي ترزق تحتها عديد الدول الفقيرة، وهناك التفكير في إما تعليق هذه المديونيات أو على الأقل التقليل منها على الأقل لمساعدة هذه الدول في مواجهة الفقر وفي مواجهة التحديات المناخية التي باتت اليوم في قلب الاهتمام الإنساني. ولكن في الحقيقة كما يقول مراقبون هنا أن كل هذه الأماني وكل هذه الفرضيات ستصطدم بالواقع الجيوسياسي الحالي. الحروب هي منتجة للفقر، الحروب أيضا تساهم في تعطيل مسألة المناخ، الحروب تساهم في تجويع الناس. ما يحدث اليوم في فلسطين وما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في عديد البلدان في القرن الأفريقي أيضا يجب أن تؤخذ في هذه القمة بعين الحسبان، وإلا أننا في الحقيقة ستكون الأماني أكثر من يعني مما يجب أن يفعل في الحقيقة في المستقبل، لأن كل الأزمات اليوم في الحقيقة تهدد الإنسان إن كان في معيشته أو في طريقة عيشه. شوقي أمين مراسلنا في